أكرم توفيق، أحمد علاء، كوليبالي، محمود وحيد، مين بزندرين، محمد محمود، يام محارب، جاليردو، وليد سليمان، أجايين. كانت البدلاء علي لطفي، صابر رحيل، حمودي، ميدو، عمرو جمال، عمرو بركات، جزار، صالح جمعة، مصطفى شوبير، كريم يحيى، إسلام جابر. خليني أقول لك إن الشوط الأولاني تألق شديد، اللاعب الأنجولي الوقت الجديد، جناح يمين بيلعب مخترقات في العمق، حاجة محترمة جدا، وحط تحتيها مليون خط، لعيب خطير 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 خطير، يعدي من الجهة اليمنى زي ما الكتاب ما بيقول، ما لازم يعدي، ما فيش حاجة اسمها ما بيعديش. بيخش وبيخترق من العمق وبيعمل عرضيات، لعيب خطير وظهر بشكل أذهل كل الحاضرين. الأهلي تعاقد يمسك الخشب مع صفقة من العيار الثقيل، فعلا لعيب يستاهل تقله ذهب. أجايير الراجع من الإصابة نتمنى له يعني مبشرة النهاردة بيقدم أهله من جديد. أجايير اللاعب الخطير رجع جوته رهيب مع جاليردو، يمكن يعني الاثنين قدموا النهارده مباراة ولا أروع ولا أجمل. في الدقيقة 30 كان خروج لوليد سليمان اللي اشتكى ونزل مكانه عمرو جمال، مروان ايضا خرج ونزل مكانه ميدو جابر، وفي الدقيقه 45 اكرم توفيق وخرج ونزل مكانه كريم يحيى البقريت مواليد 97. خليني اقول لك ان